الأضحية والأضحية. كانت الأضحية سنة وإحياء لذكرى خليل الله إبراهيم ولذكرى نبي الله إسماعيل، لتتذكر الأمة هذا الدرس في التضحية والفداء. ما أحوج الأمة إلى تضحية أهل البذل، إلى تضحية أهل العطاء، كل في مجاله، في موقع إنتاجه وموطن عطائه. نريد التضحية من كل مسلم ومسلمة لنصرة هذا الدين. والله لن ينصر الله هذا الدين إلا بتضحية الأبرار وإلا ببذل الأخيار. ضح بما استطعت لدينك ولنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله ما تحولت الأمة أيها الأفاضل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا بالتضحية، إلا بالبذل لدين الله جل وعلا. فما الأضحية؟ الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا لله تعالى. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وانحر يعني إيه؟ يعني واذبح. وقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والأضحية أيها الأحبة الكرام قد اختلف أهل العلم في حكمها، فمن أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة يأثم تاركها مع القدرة. هذا قول لبعض أهل العلم. ومن رحمة الله جل وعلا أن جمهور أهل العلم يقولون إن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها. فمن من الله عز وجل عليه بالمال ووسع الله تبارك وتعالى عليه بالحلال الطيب، لا تحرم نفسك من هذا الأجر ولا تحرم نفسك من هذا الخير. واعلم أن مالك الحقيقي هو ما تقدم في حياتك، أما ما تتركه من مال فليس لك بل هو للورثة، وستسأل عنه أنت بين يدي الله جل وعلا. فقدم أخي الحبيب لنفسك. والله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يلا الآن عاهد ربك الآن تبارك وتعالى يا من وسع الله عليك على أن تضحي هذه السنة. أسعد الفقراء وتقرب إلى رب الأرض والسماء. كنت العام الماضي قد ضحيت ببقرة، والبقرة تجزئ عن 7 أفراد بفضل الله جل وعلا، أو ببدنة، والبدنة تجزئ عن 7 أفراد، وهذا قول جماهير أهل العلم بفضل الله جل وعلا. عاهد ربك العام يا من ضحيت العام الماضي ببقرة أو ببدنة أو بشاه أن تضحي العام بشاتين أو ببقرتين أو بجزورين بجملين. وسع ليوسع الله عليك. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. خلي بال حضرتك بقى لتقف على هذا الحكم المهم جدا من أحكام الأضحية. أعلم أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا من أهل الفضل قد يذبحون الأضحية قبل صلاة العيد، وهذا لا يجوز. أرجو أن تخبروا أهل الفضل ممن يتعجلون بذبح الأضحية قبل صلاة العيد بأنها ليست أضحية وإنما هي صدقة تصدق بها على الفقراء، أو إنما هي لحم ذبحه لأهله وليست من النسك في شيء وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. هذا أمر في غاية الأهمية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني في يوم عيد الأضحى، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. خلي بال حضرتك، ثم نرجع فننحر يعني فنذبح. اسمع بيقول ايه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فمن فعل ذلك صلى وذبح فقد أصاب سنتنا. اسمع للصادق: ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. أيضا من شروط الأضحية أيها الأفاضل أن تكون الأضحية طيبة مبرأة من كل عين. روى الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا يجزين في الأضاحي. خلي بالك من العيوب: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنفق. أعتقد هذا الحديث يكفي في أن تختار الطيب لتقدمه لربك تبارك وتعالى. طيب ما سن الأضحية؟ ما هو السن المجزئ في الأضحية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل
والبقر والغنم، فالثنية من الإبل ما لها 5 سنوات ودخلت في السادسة، والثنية من البقر ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة، والثنية من الغنم ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية. فإن تعسر على أحدكم أن يجد الأضحية من هذا السن من الضأن فاذبحوا جذعة، والجذعة ما لها 6 أشهر عند جمهور أهل العلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السن الذي يجزئ في الأضحية. من آداب الأضحية لمن أراد أن يضحي من الآداب كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ومن أهل العلم من يرى أن الحكم هنا للوجوب والنهي هنا للتحريم، وجمهور أهل العلم بفضل الله جل وعلا على أن النهي في حديث أم سلمة للكراهة، للكراهة التنزيهية وليس للكراهة التحريمية. أما حكمة الأضحية كما ذكرت فقد شرعه الله تبارك وتعالى للتوسعة بعد ذلك على فقراء المسلمين في يوم عيد الأضحى، وإحياء لهذه الذكرى الكريمة، ذكرى التضحية لله جل وعلا التي قدمها للبشرية عامة وللأمة المحمدية خاصة خليل الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام.